زوجتوا بلا ما تشوفوا بعض. قصتنا بتقول ان الزوج ما بيعرف مرته ورا ما بتعرف زوج. عباس وين؟ برازيل. مرحبا. رح اقول لك شغله، عيني على طيارتك من برازيليا على بيروت لحظه بلحظه، واكثر من هيك لا كلام. قصة حب عابرة للقارات. هلأ عم نلحقه لعباس. الموضوع بيودي. هل فايز شو قصته؟ الوقت عم يقطع. وين صرت؟ ساعتين فوت على قلب الطيارة. لو هيدا ما انوجد ما كانوا التقوا. طيارة عم تقرب. عيني على طيارتك من برازيليا لبيروت. إلى بيروت. إذا عباس دق، أنت وين بالمطار؟ فرجيني المطار. ساعتين مفكر ومش عم يصير شيء. 24 ساعة بالعمر. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.